بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم أخواتي، مرحبا بكم عندي في قناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا مزيانين في أحسن الأحوال ديالكم. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو يوم كتشوفوا، جيت نشارك معكم واحد النوع ديال الحلوى جديد اللي هي الغريبة التركية، اللي كتجيب واحد الحشوة من داخل رائعة البنات، وكدي صراحة هشيشة وكتدوب في الفوم. هذه الحلوى هذه متأكدة أنها إن شاء الله إلا جربتوها غادي تنال الإعجاب ديالكم بإذن الله. صراحة كتجي روعة البنات، وحتى ديك الحشوة اللي من داخل كتخليها تجي صراحة واحد المذاق هائل هائل هائل. هاي البنات على هذا الشكل، هذا الحشوه ديالها اللي كتجي من الداخل. غادي نخليكم البنات مع المقادير باش تكتشفوا هذه الحشوه وهذه الطريقه ديال هذه الحلوه هذه. وقبل ما ندوزوا المقادير طبعا كنذكر البنات اللي اول مره يزوروا القناه ديالي، كنتمنى انهم يشتركوا في القناه ديالي ويفعلوا جرس باش يوصلوا من جديد دائما ان شاء الله يا ربي. ولا عجبكم الفيديو طبعا خليوا لي لايك البنات للفيديو، وكنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالكم باذن الله. ودابا البنات ندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير ديال هاد الغريبه البنات، غادي نوجدوا اول حاجه اللي هي العجين. غادي نستعملوا فيها 125 غرام ديال الزبده، اولا نص ربع ديال الزبده. غادي نحتاجوا معها نصف كاس ديال السكر بودره اولا سكر كلاصي اولا تقريبا جوج مغارف كبارين مملوئين البنات، يعني اللي بغى يعبر بالمغارف جوج ديال المغارف كبارين مملوئين. وغادي نحتاجوا هنايا ربع كاس ديال الزيت اولا ثلاثه ديال المغارف كبارين ديال الزيت. غادي نحتاجوا واحد بيضه، هاد البيضه البنات غادي نستعملوه في العجين غير الاصفر، والابيض غادي نستعملوه في الحشوه. غادي نستعملوا هنايا كاس عفوا مغروفه ديال المايزينا، انا عوضتها بديك الطحين ديال البطاطا اللي سبق لي هضرت عليه معكم في الحلوه اللي عدلت الفيديو اللي قبل هذا. وغادي نستعمل هذه البنات كما قلت لكم هنايا كنستعملوا فيها مايزينا، انا متوفرش عندي مايزينا استعملت فيها بطاطا، نتوما عملوا مايزينا مغروفه ديال المايزينا. هذا الطحين هذا كما سبق لي قلت لكم البنات فهو كيعمل نفس العمل اللي كتعمل به كتقوم به مايزينا، يعني كتخلي ديك الحلوه تجينا هشيشه. استعملوا مغروفه ديال المايزينا. هنايا عندي هنايا مغروفه ديال بودره الكاكاو، وهنايا عندي مغروفه ديال بودره ديال الفاني، مغرفه ديال خميره الحلويات، عندي هنايا قبيصه ديال الملح، وعندي هنايا راس معلقه ديال بيكربونات الصودا خاصه بالحلويات البنات اللي ما قدرتوش توفروا عليها فممكن تستغنوا عليها. فهذه كتجي مزيونه صراحه في الغريبه، كتخليها تجي مشققه وكتجي مزيونه. صافي البنات هادو هما المقادير، وغادي نحتاجو طبعا الطحين حسب الخليط كما قلت لكم البنات هادو هما المقادير اللي نحتاجو. دابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. بالنسبه لطريقه التحضير غادي نخدمو الزبده هي الاولانيه. الزبده البنات فحال دائما خاصها تكون بحراره المطبخ باش ما تكون باش تساعدنا تجينا سهله في الخدمه. غادي نخدموها مع السكر، وغادي نزيدو حتى الزيت، وغادي نزيدو حتى هاد الاصفر ديال البيضه. غادي نحاول نفرقو، ناخذ غير الاصفر. الابيض البنات غادي نحتفظو به كما قلت لكم، وغادي نستعملو في الحشوه اللي غادي تجي في هاد الحلوه هادي. صافي البنات غادي نخدم هاد المكونات مزيان. غادي نزيد حتى هذيك المغرفه ديال المايزينا اولا هذه استعملت انا طحين ديال البطاطا كنستعملوا مايزينا. صافي وغادي نخدم هذا الشيء كامل. غادي نضيف باقي المكونات. صافي البنات من بعد ما نسجموا لي المكونات غادي نزيد بودره ديال الكاكاو، وغادي نخلطها مزيان مع الخليط.
صافي البنات، وهنايا غادي نزيد هذاك الفانيو خميرة الحلوى وقبيصة ديال الملاح وديك راس معلقة ديال الكربونات الصودا خاصة بالحلويات ولا خاصة بالطبخ. صافي البنات، ودابا غادي نبدا نزيد الطحين بشويش بشويه حتى نجمع هذا الخليط ديالي. طبعا كيف كنعرفوا الحلويات فما كيحتاجوش لا دليك لا حتى شي حاجه، غادي نبقى نزيد غير بشويه حتى تجمع لي الحلوى غير رؤوس الاصابع. صافي، هذه هي العجينه ديالي البنات، من بعد ما جمعتها كتجي على هذا الشكل هذا مجموعه. كما كنقول لكم دائما غير صافي ما تبقاش العجينه تلصقنا في اليدين ديالنا. صافي، نوقف الطحين باش كتجينا هشيشه وكتجي مزيانه، واهم حاجه ما خصناش ندلكوها. صافي البنات، غادي نخلي هذه العجينه على جنب وغادي ندوز نوجد الحشوه اللي غادي نحشيو بها هذه الحلوى. بالنسبه للمقادير ديال الحشوه البنات، غادي نحتاجوا فيها كاس ديال كوكو، غادي نحتاجوا معاهم ديك الابيض البيض اللي خليناه من البيضه اللي استعملنا في العجين، وغادي نستعملوا هنايا جوج مغارف كبارين ديال السكر بودره ولا سكر كلاصي. صافي، ومعلقه صغيره ديال البودره ديال الفاني، ممكن تعوضوها باي نكهه بغيتوا، ممكن تعوضوها حتى بالقشور ديال الليمون محكوكين حتى هي كتجي مزيونه. صافي البنات، هادو هما المقادير. بالنسبه للطريقه البنات، فغادي نجمعوا هاد الكوكو هذا، غادي نعملوه في هاد الزليفه وغادي نضيفوا عليه سكر كلاصي وغادي نضيفوا بودره ديال الفاني. صافي، غنحاولوا نخلطوهم مزيان. صافي، وغادي نجمعوهم بهاد ابيض ديال البيض كما قلت لكم اللي خليناها من البيضه استعملنا في العجين. صافي البنات، ها هو الخليط ديالي من بعد ما كملتو وجمعتو. غادي دابا نحاول نشكل كويرات تيتوين باش نحاول باش يجيوني ساهلين من بعد نعملهم في الحلوى ديالي. صغيرين على حسب الحجم البنات، على حسب الحلوى نتوما كيفاش بغيتوها، واش كبيره ولا صغيره. صافي البنات، من بعد ما كملت الكوكو ديالي كورته كامل على الشكل هذا. صافي، دابا الطريقه ديال التشكيل فهي ساهله البنات، غادي نجيبوا كميه ديال العجين. وطبعا البنات، بالنسبه للحجم ديال الحلوى فكيبقى عندكم اختيار، نتوما ممكن تعملوها صغيرين ولا كبارين اللي بغيتو. بالنسبه لي انا كتعجبني الحلويات ديال خصوصا هاد الغريبيه كيعجبوني كبيرين شويش. صافي، غادي نعملهم على الشكل هذا، غادي نجيب العجينه غادي نحاول نبسطها في يدي على الشكل هذا. صافي، وغادي نجيب واحد الكويره ديال هذاك الكوكو وغادي نحاول نغلق عليها بهاد العجين ديالي على هاد الشكل هذا. صافي البنات، وغادي نكور الحليوه ديالي مغربيه بحال اللي كنكورو اي غربيه عاديه على هاد الشكل هذا. صافي البنات، وغادي نعملوها في الطاوله اللي غادي تدخل من الفرن. غادي نعاود معكم واحدة أخرى على هاد الشكل هذا كيف كتشوفو البنات. غادي نبسطها مزيان في يدي وغادي نجيب واحد الكويرة ديال كوكو وغادي نجمع عليها هاد العجين
نحاول هاد الكوكو يجي من الداخل ما يخرج ليش برا. هاد الشكل هذا البنات صافي، وغادي نكور الناريبيه ديالي بهذا الشكل هذا. هاد الشكل هذا صافي البنات، انا غادي نكمل العجينه. صافي البنات، ها هي الحليوه ديالي من بعد ما كملتها. كيف كتشوفوا كتعطيني هذه الكميه هذه. طبعا نتوما كتضاعفوا المقادير على حسب الحاجيات ديالكم، شحال ما بغيتوا نتوما، على حسب نتوما شحال بغيتوا ديال الحلوه. وصافي البنات، بالنسبه للطريقه ديال الطياب، فانا ديجا مسخنه الفران على اعلى درجه صافي، وملي غادي ندخلها غادي نقص لها حتى 180 درجه، غادي نقص الفران وغادي نخليها حتى طيب. صافي البنات، ودابا ندخلها الفران، وملي غطيب غادي نشوفوا الطريقه ديال التزيين اللي غادي نزينوا بها هاد الحليوه هادي. صافي البنات، ها هي الحليوه ديالي من بعد ما طابت، كتجي على هذا الشكل هذا. خليتها البنات حتى بردت، ودابا غادي ندوزو للتزيين. بالنسبه للتزيين البنات، فكيبقى طبعا اختياري، كل واحد يذوقها كيما بغى هو وكيما كيعجبو هو، يعني كل واحد يتفنن فيها في الطريقه ديال التزيين ديالو. بالنسبه لي انا، فانا غادي نكتفي، غادي نعمل واحد الخطوط ديال الشوكولات الاسود، وغادي نزوقها شويش، غادي نرش عليها شويش ديال الورد على هذا الشكل هذا. صافي البنات، هذا هو الطريقه ديال التزيين، بسيطه وسهله. وانتم طبعا كما قلت لكم كيبقى لكم اختيار، كل واحد يذوق او يزين بالطريقه اللي بغى هو. صافي البنات، غادي نعمل خطوط رقيقه في هذا الحلوه ديالي. وهادي البنات هي الحليوه ديالي من بعد ما كملت التزيين، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي روعه البنات، كتجي فنه لا في الديكور ديالها ولا حتى في المذاق، كتجي هائله البنات، كتجي هشيشه وكتجي كتذوب في الفم، وزياده على ديك الحشوه اللي فيها من الداخل، فكتجي روعه البنات الصراحه، كتستحق تجربه. كنتمنى انكم تجربوها باذن الله وتنال الاعجاب ديالكم، وانا متاكده بانها غادي تعجبكم باذن الله. صافي البنات، كتجي على هذا الشكل هذا صافي. وهنايا غادي ندوز باش نوريكم كيفاش كتجي من داخل من بعد ما كان كنفتحوها. بسم الله، ها هي البنات، كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي فيها ديك الحشوه من داخل غزاله البنات، وفنه، وكتجي هشيشه البنات بزاف، كتجي فنه البنات. كنتمنى انكم تجربوها باذن الله وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله، وانا متاكده بانها غادي تعجبكم ان شاء الله يا ربي. الى عجبكم الفيديو البنات، ما تنساوش تخليوا لي لايك وكومونتير طبعا. وبنات اللي اول مره يشوفوا الفيديو، كنتمنى انهم يدعموني بالاشتراك ويفعلوا الجرس باش يوصلوا من جديد ان شاء الله. ونشوفكم البنات في فيديو جديد، في امان الله، والسلام عليكم.